السلام ومرحبا بكم، هذا مهدي يحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز هاش ام، حديثة لقاء تونس ومالي في الصحف العالمية إنها الفضيحة. أثر قرار حكم الزامبي جاني سيكازوي لأنهى مباراة تونس ومالي في نهائيات كان الكاميرون قبل موعدها الأصلي، أثار تهكمات الصحافة العالمية والعربية والسخرية من التحكيم الإفريقي وما وصل إليه من فضائح بالجملة، لعل أبرزها مئته الحكم الزامبي اللي صفر في مناسبة أولى قبل نهاية المباراة بخمس دقائق عن رفع الستار عن اللقاء قبل ما يعلن في مناسبة ثانية عن نهاية المباراة في الدقيقة 89، فضلا عن شطحاته الأخرى اللي أكدت أن الكرة الإفريقية ما زالت ما تطورتش بوجود قطاع مهم بمثل هذا الضعف والتذبذب وهو التحكيم. فضيحة عبر القارات تترجم مرة أخرى التخلف اللي تعيشه القارة الإفريقية رغم كل محاولات سامويل إيتو نجم الكاميرون ورئيس الاتحاد الكاميروني الدفاع عن القارة السمراء بكل قوة من أجل تساويها مع القارة العجوز، خاصة على مستوى تنظيم بطولة كأس العالم. سيطرة القرارات التحكيمية الغريبة في مباراة تونس ومالي على اهتمامات الصحف العالمية اللي لم تفوت الفرصة للتحكم على القارة الإفريقية التي عابث بها أبناؤها وخاصة من التحكيم. فالواقع الفريد لاقت رواجا منقطع النظير عبر الصحف ووسائل الإعلام العالمية على رأسها صحيفة ديلي ميل البريطانية اللي قالت حكم ينهي مباراة تونس ومالي في أمم إفريقيا بعد 85 دقيقة فقط، وأضافت بعدها عاد الاستئناف المباراة ورفض مراجعة تقنية الفيديو لتبين مدى صحة طرد أحد اللاعبين وأنهى المباراة قبل 20 ثانية من وقتها الأصلي دون احتساب الوقت الضائع. أما ليكيب الفرنسية أكدت أن الفضيحة مشيرة إلى أن الحكم فقد عقله. أما صحيفة ماركا الإسبانية فجاء عنوانها غير مألوف، حكم يطلق صافرة نهاية مباراة تونس ومالي مرتين. فيما وصفت شبكة سكاي سبورت الألمانية ما حدث من الحكم الزامبي بالفضيحة، حيث جاء في عنوانها فضيحة في كأس أمم إفريقيا، الحكم يطلق صافرة النهاية مرتين في وقت مبكر. وجاء في صحيفة بيلد الألمانية الحكم يطلق صافرة النهاية مرتين وفي وقت مبكر. وعبرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية عن استغرابها مما حدث في كأس الأمم الإفريقية عبر تعليقها الحكم يطلق صافرته قبل انتهاء الدقيقة 90. لقد قام بالرجوع إلى تقنية الفيديو للمساعد واحتسب ركلتي جزاء وأشار بطاقة حمراء ولا يوجد هناك وقت بدل ضائع. أما قناة فوتبول ديلي البريطانية فقالت أطلق الحكم صافرة نهاية مباراة بعد 89 دقيقة في المواجهة بين تونس ومالي، والمدرب منذر كبير عبر عن غضبه من قرار إنهاء المباراة دون وقت إضافي، مع إضافة تعبير يشير إلى الاستغراب. بدورها لفتت شبكة سكواكا البريطانية للإحصائيات الرياضية إلى أرقام الحكم الزامبي جاني سيكازوي، حيث قام باحتساب 28 خطأ وأشر 4 بطاقات صفراء واحتسب ركلتي جزاء وطرد لاعبا وصفة ما حدث بأنها مشاهد لا تصدق. أما موقع جول العالمي فقد كتب في عنوانه مشاهد مجنونة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بعد ما قام الحكم الزامبي جاني سيكازوي بإنهاء المواجهة بين منتخب تونس ومالي في مناسبتين نتيجة قراراته. واعتبرت شبكة CNN الأمريكية بنسختها الإسبانية أن ما قام به الحكم الزامبي جاني سيكازوي يعد الأمر الأكثر غرابة ولا يصدق في كأس الأمم الإفريقية، في إشارة واضحة إلى ما فعله في مواجهة تونس ومالي. بينما جاء عنوان صحيفة The Sun البريطانية مشاهد هزلية، الحكم ينهي مباراة كأس الأمم الإفريقية مرتين في وقت مبكر، حيث يندفع الأمن للدفاع عنه في مقاعد البدلاء التونسية الغاضبين. بعد تهكم الصحف ووسائل الإعلام العالمية على القارة الإفريقية وما يحصل فيها خاصة على مستوى التحكيم، كان للصحف العربية رأي أيضا في هذه المهزلة، حيث وصفت صحيفة الأهرام المصرية الواقعة بالمهزلة، ومن جانبها قالت الهداف الجزائرية في واقعة غريبة بطل والحكم الزامبي جاني سيكازوي اللي أدار مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الإفريقية صفر معلنا عن النهاية مرتين قبل موعدها الأصلي الأولى في الدقيقة 85، ولكنه عاد بعدها وأكمل المباراة لينهيها في الدقيقة 89 و 45 ثانية. كما عنونت جريدة النهار الجديد الجزائرية
في كازوي أحرج الكاف بإعلانه نهاية اللقاء قبل انقضاء الوقت الرسمي. مهزلة تحكيمية في مباراة تونس ومالي بطلها الزامبي في كازوي، وأضافت نسخة الكان تتجه لتكون الأسوأ تنظيميا، فضيحة جديدة في عصف نشيد موريتانيا القديم وغضب لدى منتخب المرابطين. وعنونت جريدة البلاد الجزائرية بعد فضيحة تحكيمية تونس ترفض استكمال مواجهة مالي واعتبارها منسحبة. لن تتوقف الفضائح والواقعات المثيرة للجدل داخل القارة الإفريقية، وهو ما أكدته النسخة 33 من بطولة كأس أفريقيا سنة 2022، حيث شاهد اليوم الرابع من كأس أفريقيا 2022 مباراة جمعت تونس ضد مالي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة، لكنها شهدت واقعة مثيرة للجدل. بطلها الحكم الزامبي جاني سيكازوي، بعدها بساعة واحدة تقريبا فوجئ المنتخب الموريتاني بعد الإعلان عن عصف النشيد الوطني الخاص بموريتانيا بعصف النشيد القديم بدلا من النشيد الحالي، مما اضطر المنظمين لإيقاف النشيد ومحاولة تشغيل النشيد الجديد ليفشلوا ثانية. يقوم بعض لاعبي المنتخب الموريتاني والجهاز الفني بترديد النشيد الجديد دون مرافقة التسجيل الموسيقي.